مش وينج كمان باك شمال يعني ماشي ما نشوف. عموما احنا في ظهر المنتخب يعني اكيد طبعا بعيدا عن اي حاجه. تتوقع ايه للمنتخب اخيرا يعني؟ تتوقع ايه للمنتخب خلال الفتره اللي جايه يا احمد؟ متوقع يعمل بطوله جيده، وكنت مستغرب جدا من تصريحات كروش. المنتخب معاه سكواد هايل هايل بصراحه، سكواد تقدر تراهن بيه وتراهن عليه في البطوله دي بشكل جيد جدا. ايوه تصريح حط عبء على اللعيبه اكتر من رايي انا، لان اللعيبه دي لو ما قدرتش تعمل نتيجه جيده في كاس الامم هتتحط تحت ضغط اصلا في ماتشات النوك اوت في تصفيات كاس العالم. لا بعدها بشهر انك لسه عامل اداء مش جيد وخارج من امم افريقيا، عكس لو عملت اداء جيد، عكس لو وصلت لمستويات بعيده في البطوله هتلاقي في دعم في مباريات النوك اوت، فهتلاقي في ضغوط اقل على اللعيبه. اوكي فمتوقع او من المفترض يعني المنتخب مصر مع سكواد يقدر يروح بهذا بهذه القائمه الجباره بالظبط، استثناء الاخطاء يعني اللي عملها كارلوس كيروش. اعتقد ان ممكن جدا نصل لابعد من، انا رايي ان هو يقدر يوصل لبعيد بالمنتخب. اتمنى طبعا هو يوصل لبعيد لغايه الفوز بالبطوله. يعني انا بالنسبه لي يمكن في ناس تختلف معايا، انا بالنسبه لي الفوز بامم افريقيا افضل من التاهل لكاس العالم والخروج من دور المجموعات. انا اشوف حضرتك اختلفت طبعا معايا ليه؟ لانه الفوز بامم افريقيا ده انجاز. احنا اكتر فريق او منتخب اخذ البطوله 7 مرات، اللي انت تاخدها المره الثامنه ده انجاز. لكن ان انت تطلع زي المره اللي فاتت كده توصل كاس عالم بس، المواد هو عقده بس عندنا وتحلت الحمد لله يعني، تتاهل لها وتبقى ال 31 من 32 منتخب، دي حاجه اصلا اظن مش حاجه ايجابيه اصلا يعني، دي عيب على منتخب بقيمه منتخب مصر. بس هي الحقيقه وبعدين هو كاس عالم، كاس عالم كابتن. اه بالظبط، كاس عالم تعمل حاجه كاس عالم يعني. بس هي الفكره تعمل حاجه كاس عالم مش تروح كاس عالم. لو كانوا لو ظهروا بشكل سلبي في كاس امم ده هينعكس عليهم في مباريات النوك اوت. هي دي الفكره، ان الاثنين في الوقت الحالي طبقا ان هم مضغوطين في بعض بيكملوا بعض. كاس عالم يعني الواحد لكن حياته كلها دايما يقول لك كاس امم وكاس عالم. صدقني كابتن عشان خصوصا الجيل بتاعكم كمان، الجيل بتاعكم عمل كل حاجه ثلاثه امم افريقيا، فكان في بس هي في عقده. هو ده ما هو ده اللي بقول لك عليه يعني. يعني دلوقتي حضرتك هل اصلا طب الجيل دلوقتي الجيل بتاع الجزائر دلوقتي كلنا عارفين الجيل بتاع الجزائر دلوقتي احسن من جيل 2010، رغم ان جيل 2010 برضه وصل يعني، جيل 2010 بتاع الجزائر وصل لكاس العالم بس ما عملش حاجه، خرج برضه يعني زي ما احنا بنقول كده حصلت مجموعه يعني زي بيقولوا. بس عايز اقول لك حاجه، انا في 2002 كنت بلعب في كاس عالم، في 2002 كنت بلعب تصفيات كاس عالم بلعب. مصر كلها كانت حزينه بعد ما صعدناش، بعد ماتش الجزائر الاخراني برضه عشان السنغال فاكرين يعني، السنغال تأهلي طبعا. فلا كانت حسره كبيره جدا على الاقل وبالنسبه لناس كتيره جدا. اي لاعب بيبقى بيتمنى يلعب كاس عالم اكيد، كاس عالم وجيل عظيم برضه ساعتها. التاهل بس على فكره كابتن محمد وحسام وكابتن ابراهيم وعبد الستار صبري ويعني كابتن هاني لا والفرص غريبه كانت بتضيع اصلا، احنا كنا منحوسين في الفرص. احمد حسن وكابتن بركات كباتن كبيره يعني عشان ما انساش حد. انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم. نادر السيد كان حارس مرمى برضه تقريبا. انا مش بقلل من التاهل لكاس العالم، هو التاهل لكاس العالم ده اكيد يعني ده حلم، وان انت تتاهل ده الطبيعي اصلا. انت مصر منتخب مصر يتاهل لكاس العالم ده شيء طبيعي. وعلى فكره كمان ان هو اصلا من يعتبر النسخه اللي بعد الجايه بقى، انت بتتكلم ان المنتخبات هتبقى 48 وهيزيد وهكذا، فاصلا التاهل في حد ذاته هيبقى شيء طبيعي. وبالتالي الدور المجموعات احنا عشان احنا عندنا مشكله معاها صدقني، عشان احنا عندنا مشكله بقالنا قاعدين مستنيين من 90 ل 18 من 90 ل 18. فانا فاهم ان في بس هي ازمه، هي عقده، لكن اتحلت العقده هيبقى التاهل عادي. الانجاز بس ان انت تعمل حاجه بس يا عالم يعني، تعدي دور ال 16 توصل بقى الحاجات الانجاز اللي انت ما فيش فريق افريقي عمله. انت تعدي مثلا دور الثمانيه ده بقى الانجاز اللي انت تفتخر بيه، حتى لو ما خدش بطوله اكيد مش تاخد كاس عالم يعني طبعا، بس يبقى اكيد التاهل دور الثمانيه مثلا ده وقتها ممكن اقول لك اهم من الفوز بكاس الامم الافريقيه، لكن ما تساويش اصلا، ما تعرضش اصلا يعني. مفيش تعارض ما بين الفوز بامم افريقيا والتاهل لكاس العالم، ما تاخد دي مفيش تعارض طبعا. دي الفكره يعني، هو مفيش تعارض بس يعني ما. بس انا اتمنى كمشجع اشوف منتخب مصر في كاس العالم يعني. انا لو ما خدتش كاس الامم ورحت انا هبقى مبسوط، انا شخصيا انا كمشجع هبقى مبسوط. كاس العالم باداء كوبر برضو يعني، نروح باداء كوبر برضو باداء ايه؟ باداء كوبر الواحد لا الف حلال، بس نروح وبعدين نبقى نروح نتفرج معاهم. من رايي كوبر عمل حاجه بالجيل ده، كان هو عمل حاجه طبعا، وصل النهائي وتاهل اوكي يعني، الراجل يشكر. بس احنا كنا عايزين، احنا دايما بنحب بنشوف، مع ان اصلا اداء الجيل الذهبي كان بيلعب على الهواء المرتد اصلا يعني طبعا، بشكل مرتد، بس على الاقل بتجيب بتحقق نتائج، بتبقى انت مبسوط ان انت بتلعب ايطاليا تكسب، بتلعب البرازيل اخر لحظه كنت متعادل الدنيا رايحه جايه، فانت يعني ده انجاز. وكان حتى فعلا مستمتعين، بتكسب برضه الكوت ديفوار، بتكسب الكاميرون بسكورات 3-4 وارقام يعني جميله جدا. لكن للاسف ان انت تكسب حتى بقيت دلوقتي تلعب اقل فرق، مع كامل الاحترام لجميع الدول يعني، اقل فرق في افريقيا بتيجي تلعبك، اقل فرق فنيا يعني، فنيا طبعا في افريقيا بتيجي تلعبك في ملعبك هنا، وانت تبقى انت اللي واقف بتدافع. ده يعني احنا مش متعودين كده ابدا على منتخب مصر. عارفين الفقره الجايه ايه؟
اكيد طبعا السحب المسابقه ايوه طبعا السحب بتاع المسابقه ان شاء الله هيكون الفقره القادمه. الفقره القادمه هطلع فاصل. طبعا انا بشكر طبعا ايشو احمد الحنفي، شرفتونا ونورتونا، سعيد جدا.